مع السلامة. خاطرك سمير. خاطرك ساس. باي. سلم لي على نورا كتير كتير كتير. وهي بتسلم عليكي. بتعتذر انه ما اجت ودعتك. بس بعتت معي رسالة. هي الك. تفضل. بسيطة. شو رسالة بدون طابع؟ على السلامة. بدك رح اشتاق لي. وانا كمان. سلم على الأستاذ سامي وقل له مهما من هلأ بلشت تهز كتافه. أستاذ سامي يتيسر يتيسر. أستاذ سامي قال مهما عن جد رح اشتغل. سافروا؟ أكيد. قال بدهم يمشوا عند الصبح. شو اللي خلاني أجي لعندكم هداك اليوم؟ إيه أنا بعرف. شغلة ما بتتصدق. لك هي صار لها 3 سنين مسافرة، وأنت صار لك 3 سنين ما فتت على بيتنا، إنه تجوا بنفس اليوم بنفس الوقت، عن جد شغلة ما بتتصدق. حاسة إنه القدر عم يلعب لعبته معنا؟ الله يخليك يا أستاذ سامي، لا ترجع لي لأوهامك. خلينا هيك مرتاحين. انت طول عمرك ضدي وبحياتك ما وقفتي معي. انا بالعكس، انا لاني معك عم بعمل هيك. انا خايفه على مشاعرك، خايفه ترجع تتعذب اذا شو روعه ما راح تتجوز لا بسنه ولا بسنتين ولا بثلاثه، وهذا الشيء مريحني. قصدك ممكن تستنى 3 سنين بدون ما تتجوز؟ ايه
بتعرفي ليش؟ لأني حاسس إنه الحبل اللي بيني وبينها لسه ما انقطع. يا خافي يصير فيك مثل وصلتينا لنص البير وقطعتي الحبلة فينا، وعم بستناك تقول ويلي ويلي ويلي. شو هيدا؟ ما بعرف، مثل ما لك شايفة. من مين هيدي؟ منو؟ منو مين منو؟ من أخوه. أخوه لمين؟ أخوه لهشام بيك. وينه؟ وين كان؟ راح سافر بس راح يرجع. عدنان أنت عم تمزح معي شي؟ لا والله ما عم أمزح. ما عم تمزح؟ ومنيح ما كنتي هون. ألو أهلي، بس بدي أسألك، البابا الله يرحمه كان عنده خي شي؟ ايه عنده أخته باستراليا. عنده أخته باستراليا، بعرف ما في غيرها، مهاجرة من زمان، عنده خي شي؟ فهميني. غيرها؟ ما بعرف، بس بتذكر وأنا صغيرة كان عنده أخ يا سافر يا مات، ماني متأكدة. يا سافر يا مات؟ معقولة إن البابا ما حكي شي عنه؟ ما بعرف، يمكن مات. طيب طيب، مع السلامة. لا ما في شيء، ما رح طول، مع السلامة. ما ما عندي غير أخت وحدة، هاجرت مع جوزها لأستراليا من 20 سنة، وأخ سافر لأفريقيا وانقطعت أخباره. سيدة، أو بالأصح الآنسة ربع، فقد تزوجت شقيقي على الورق فقط، ومع هذا فقد استوليت على كل شيء. أنا عم الأولاد والوصي الشرعي بعد وفاة شقيقي، وأنا مسؤول عن كل ما ترك. إن الظروف المشبوهة التي تزوجت بها أخي، والمصادفة الغريبة لإصابته بالشلل في ليلة زواجه لكي لا يكمل الزواج، ثم وفاته أيضا في ظروف مشبوهة، واستيلائك يا غير المشروع على أملاكه وثروته، والتصرف بها يجعلك في موضع الشك والمساءلة القانونية، وسوف تحاسبين على كل ما فعلت. سوف أعود قريبا، وعندها ستجدين نفسك في قفص الاتهام لمحاسبتك على كل ما جنت يداك. انذرك بعدم التصرف بأي شيء قبل أن أعود. رمزي أخوه؟ هيك عم يحكي. وين كان؟ قال كان مهاجر. شو استاذ؟ لا يرجع نشوف. امتى راجع؟ ما بعرف. ليش قلقانة؟ ما قريت شو قايل؟ لكل حادث حديث، حقه يقول. حقه يقول؟ القانون ما بيمنع الادعاء من اي شخص على اي شخص، ولما بيدعي مرد عليه، وكل ساعة وإلى ما لا يكتر. يعني بدي روح على المحكمة؟ إذا تفهم الموضوع لا منروح ولا منيجي. وإذا ما تفهم؟ قلت لك كل ساعة وإلى ما لقيتها. يا أحمد. نعم أستاذ. صور لي هالورقة وجيب لي إياها. أمرك أستاذ. تفضل تفضل، ارتاح.
إن الظروف المشبوهة التي تزوجت بها أخي والمصادفة الغريبة لإصابته بالشلل في ليلة زواجه لكي لا يكمل الزواج ثم وفاته أيضاً في ظروف مشبوهة واستيلائك غير المشروع على أملاكه وثروته والتصرف بها يجعلك في موضع الشك والمساءلة القانونية وسوف تحاسبين على كل ما فعلت. ماما روعة؟ سوف أعود قريبا وعندها ستجدين نفسك في قفص الاتهام لمحاسبتك على ما جنت يداك. ألو إما هلأ ليه رحتي قبل ما أشوفك؟ مو اتفقنا نشرب قهوة سوا؟ طيب هلأ أنا رح روح على الجامعة مشان أشوف المعدلات إذا طلعوا، أوكي؟ على كيفك ما. وشو سجل؟ كمان على كيفك. يعني سجل تجارة مثل ما قلتي لي وبلا الهندسة؟ سجلي اللي بدك إياه مها. طيب أنت زعلانة مني شي؟ لا زعلانة، أنا عملت شي ضايقك؟ ما بعرف، بس حسيت إنه خلص مها، ما في شي. مع السلامة. هي اجتنا هلا. حطها هون. ما بدك تقريها؟ لا. قالت لي وداد انه كان لازم ما اعطيكي هاي الورقه اللي اعطاني اياها. شو كان اسمه هذا؟ رمزي اخوه للمرحوم. قلت لها ليش؟ قال لانه المكتوب فيها بيخوف. قلت لها الانسه روعه ما بتخاف غير من اللي خلقها. هشام بيك بجلال قدره ما كان يسترجي يحكي معها كلمه زاحله. لك وقت اللي كان يصرخ كانت ترفع ايدها وتوقفوا عند خده. آسف حبيبتي آسف. لك شبك نطيت مثل المجنون والله رعبتني. لا عم هتاري، هذا الدكتور جيفاغو بيصلح من محل بيخرب محل تاني. عدنان شبك؟ الله لا يعطيني العافية، بس ما يكون البيبي صار له شي. لا ما صار له شي ولا لبط. ما بكفي رعابة أمه؟ ولك سلامة قلب أمه ولك دخيله. زعلاني مش هيك؟ ما تأخذيني حياتي، كنت معصبة شوي. وهلأ كيفك؟ صرت منيحة. ما رحتي على الجامعة؟ ليش؟ وينو سامر؟ شو إيش بصير كسلان؟ بكرة فيقه بكير وباخده معي أحسن ما أروح لحالي. ما بعرف شو سجل، قولي لي أنت شو بدك؟ يعني إذا بدك تجارة بسجل. إي إي طيب. طيب طيب ماشي نحكي. يلا مع السلامة. سامر قوم يلا
كيفك؟ اشتقت لك. ليش؟ خير؟ شو في؟ بس تيجي بقول لك ما بينحكي على التليفون. سمير لازم تيجي، انا كثير خايفه. لا مو اليوم، بكره قبل الظهر. ايه قبل الظهر. طيب يلا باي. مين عم تحكي؟ منين هي؟ لقيتها تحت سرير الماما روعة. مين حطها؟ مين يعني؟ أكيد وقع منها. هلأ شو؟ مين هاد أنعم الأولاد؟ بركي مو نحنا. يا أجدب مانك شايف شو كاتب بعدين؟ يعني طلع النعم، وين كان؟ أنا من زمان كنت أسمع البابا يقول إنه إله أخ بإفريقيا، كان اسمه كان اسمه رمزي. قال راح افريقيا وانقطعت اخباره. يعني رجع؟ ما بعرف. سامر هلا اذا عن جد رجع شو بنعمل؟ نورا بدي اروح بكره على الشام. خير في شي؟ ما بعرف بس لازم اروح، كثير ضروري. اف وشو هالضروري هذا بقى؟ اختي انت بتحبيني ولا لا؟ وهذا سؤال. اذا بتحبيني لازم تروحي معي. روح معك؟ ليش شو في؟ صديقتك الانسه روعة. روعة؟ شبهها؟ ما بعرف. شلون ما بتعرف؟ سمير قلي شو في؟ اختي هنيك بتعرفي. ما رح اتحرك من هون قبل ما تقلي شو في. انت بتعرفيها لمها ما؟ مها؟ ايه هي البنت الحلوة اللي اجت معك؟ بصراحة انا بحبها، قصدي بنحب بعضنا انا وياها. ايه وانا قلت لها لروعة لما اجوا لهون. لا والله تعليق شجاع ما بكشي. وشو قالت لك؟ لا قالت لا ايه ولا لا، بس يبدو انه جاي عريس وبدها تخطبها. تخطبها؟ مين قال لك؟ هي قالت لي، حكينا على التليفون، بدها يعني يروح بكره عشان من كل بد. منك يا سمير. رجعنا للهم القديم وللحب. لك يضرب الحب ويضرب اللي بحبه بهالشكل. لك ما شفت شو صار بالاستاذ سامي؟ هلا بدك تروحي معي ولا لا؟ لا بدي روح ولا بدي اجي. خليني بهمي الله يخليك. يا بنحب وحده اكبر منا بالعمر، يا بنحب وحده اكبر منا بالقدر. مهلا سامر. مرحبا. اهلين. كيفكن اليوم؟ جبت لكم الغدا جاهز معي من المطعم. مها حط الاكل على الطاوله قبل ما اغسل ايدي. في لكم عندي مفاجاه. مفاجاه؟ خلينا نتغدى الاول. ليه؟ مفاجاه بتطير العقل. اليوم كسبنا مناقصة عرض أسعار لوزارة الصناعة بحوالي 4 ملايين ليرة. ايه مكتبنا هو اللي قدم عرض الأسعار لوزارة الصناعة، وبهيك حالة المكتب بيطلع له عمولة. عمولة؟ قدي يعني؟ يعني شي 200 ألف. رح نرجعهم لأبو عامر ونقول له كتر خيرك. وهدول ما حدا له علاقة فيهم؟ شو هني؟ 200 ألف اللي قلتي لي عنهم. يلا الأكل برد.
يلا جاي. رسالة وقعت بإيد الأولاد. كيف؟ كنت تاكدة بغرفة النوم على الكوميدين، رجعت بعد الظهر ما لقيتها. يعني أروح؟ أكيد أروح. طيب تفضلي ارتاحي، تفضلي. وكيف عرفتي؟ كنت عم خبرهم من شان انبسطوا إن المكتب ربح مناقصة لوزارة الصناعة، وبناخذ منها مبلغ كبير. قامت معها سألتني، قالت لي إنه ما حدا له علاقة. إيه؟ أكيد بتقصد عمها بهيدا الحكي. معناتها قريت الرسالة. يعني خايفة إنه عمها يسولي على المبلغ؟ ما بيحسن. أنت شريكي بالمكتب والمعاملة باسمك. أنا مش خايفاني من هيك شيء. أنا خايفاني يفكروا إني أنا السبب. أنا خايفاني على نفسية الأولاد، هيدا أهم شيء عندي، عم تفهمني؟ شو يعني؟ خايفة يظنوا إنك أنت السبب بمرض أبوهن وبموته؟ طبعاً. شو هن عميان؟ مو شايفين قدامهم؟ أنا آسف طلع صوتي. خليكي طبيعية. لا تخافي. تابع شغلك ولا كأنه صار شيء. أهلا سمير، فوت فوت بسرعة. هلا مشان هي قلتي لي اجي؟ يعني مو عاجبك؟ سامر مشان الله جيب لي كاس مي، نشف ريقي. مو بس نشف ريقي، نشفتي لي دمي من امبارح لليوم. ليه؟ بكر جايك عريس. شو؟ وروعة شو قالت؟ قصدي شو رأيها؟ ما بنعرف، أصلاً ما لها خبر إنه قريناها. يعني هي ما شافتها؟ بلا أكيد شافتها، لأني أنا لقيتها لحد التخت. يعني طلع لكم عم بهالآخرة؟ إيه بس لسه ما شفناه ولا بدنا نشوفه. ما شفت شو كاتب عنا بالرسالة؟ عم بيتهم ماما روعة بقتل البابا. بس هذا كذب يا سمير، كذب كذب. بسمع خلاص، طولي بالك طولي بالك، بنسمع روعة شو بتقول. لا لا تخليها تقراها ولا تشوفها. مو انت قلتي انه شافتها وقرتها؟ ايه مزبوط، بس امبارح رجعت من الشغل مبسوطة كتير وقعدت تدور عليها، بلكي لسه ما قرتها سمير. شو؟ بكرة برجع لعندكم. سمير وين رايح؟ شو رح تساوي هلا؟ ما بعرف. لكن ليش جاي على حمص؟ جاي مشان اسمع رأي ابوك. رأي بابا؟ اوعى. لك ليش؟ بيفهم اكثر مني ومنك. يا اجدى، نصدق بابا الكلام الوارد فيها بده يتضايق مني ومنك، لانه بده يفكرنا انه ضحكنا عليه لحتى خليناه يعطيها ال 200,000. ولو انه واثق انه ما رح يصدق. اذا شو المشكلة؟ حتى لو ما صدق، ما بدي اياه يسمع انه عم ينقال عنا كلام مو حلو. لازم نضل بنظره فوق كل الشبهات. عم تفهم علي؟ والله مزبوط. منين جبت هاي لك عامر؟ هلا حاجتك لك، هذا الموضوع بده محامي، بعدين لازم نقدم طلب على المدينة الجامعية أو نستأجر برا. ليش؟ لك شو ليش؟ ما سمعته كيف عم يهدد إنه عم تصرف أموال أخوه، وبدك أنا نضل قاعدين ببيت أخوه؟ مها؟ نعم. في ورقة كانت على الكوميدينا، شفتيها شي؟ لا لا ما شفتها. انت نظفتي الغرفة شي؟ ايه نظفتها، حتى كان في شوية ورق وكبيتهم. من دون ما تقريهم؟ ما قريت شي. أبو عامر على 200,000.
ما بعرف، عامر هيك بده، قال لازم ناخذ غرفه سوا بالمدينه الجامعيه. خير سمير؟ في شيء زعجه؟ لا لا ابدا، بس قراره صح. كيف يعني صح سمير؟ نحن زعجناك بشي؟ اعوذ بالله، بس يعني بجوز. شو يعني بجوز؟ بجوز حدا ينزعج. انا سمعت انه في حدا جاي. شو؟ رجع مجنون ليلى؟ تاري يا خيتو، اللي بيفكر بس بعواطفه فعلا بيكون مجنون. الحمد لله. شلون عرفتها؟ احكي لي شو القصة. انا اذا ما بحكي رح طق. لك شو بكي نورة، طولي بالك، ليش معصبة؟ مين مانعك من الحكي؟ احكي. انت قصدي. شو قصدك؟ فهميني. قصدي انه انت ما بينحكى شيء قدامك. انا ما بينحكى شيء قدامي؟ ايه ما تحكي. لك شغلة بتحط العقل بالكف، أنا رح جن. سلامتك ست نورة. لك إنه وحدة بيموت جوزها، بتقوم بتقعد مع أولاده، بتربيهم وبتطعميهم وبتدير بال عليهم، بتكون عملت عمل عاطي. شو يعني نورة؟ مات جوزك وأنا غايبة عنك؟ جوزي؟ لك يا ريت، هو وكل اللي بيفهموا. نورة فهميني، شبكي؟ هلأ إذا بدي أحكي لك بتعمل لي قصة عنتر وبتعمل لي قصة أبو زيد وبتشمر لي على سنودك وبتركض على الشام. نورة فهميني شو القصة؟ مهلا يا بنتي، ما بدي وصيكم بروعة. روعة بحاجة لإلكن وأنتو كمان بحاجة لإلها. ماما روعة بعيوننا. نحن منقلها ماما لأنه عن جد هي مثل الماما. الله يرحم أمك وبيك. أنا هلأ مسافرة وقلبي معكم. الله معك تانت. شو بدكم مساعدة؟ بتعرفي روعة، حبيت كتير هالولاد من بعد ما تعرفت عليهم. يا ريت بقدر أبقى معكم. معك حق انك ما تتركيهن. الله يوفقك يا بنتي ويعطيك حسب نيتك. الله يخلي لي اياك. يلا فريد، ما بدك تشرب قهوه؟ وكمان عم بتشغل الضيوف. تفضلي ماما. إذا بتريد ما بدنا نخسر حالنا بدون داعي. يعني معقول تتركها لحالها؟ بركي هذا البني آدم أزاها، شو بنعمل يعني؟ طيب تترك الأولاد، شو بدها فيهم؟ إي صح، ينضرب منه إلهم. لك تنضربي أنت إن شاء الله، شو دخل الأولاد؟ نورا، ليش عم تحكي معي هيك معقول؟ عجبك هيك؟ طولي بالك، بسيطة، حنان قلبها طيب وبترضى بسرعة. خلينا بالمشكلة الأهم. يا أستاذ سامي، يا أستاذ سامي، لهلأ ما في مشكلة، قال بده يرجع ومن هون ليرجع بيفرجها الله. طيب خلينا نعملها زيارة، زيارة عادية. بحجة شو؟ بدون حجة، بدنا نطمن عليها. أستاذ سامي اسمح لي إلك، إنه أنت صاير مثل أخي سمير بالضبط، بتفكر بعواطفك ما بتفكر بعقلك. هلأ هيك رأيك فيني أنا؟ إيه نعم، لأنه قلت لك لهلأ ما في مشكلة، يمكن القصة كلها على بعضها يطلع منها طعمة. من يوم اللي اشتغلت عند هشام بيك الله يرحمه لليوم ما حدا سألني لا منين أنا ولا مين أهلي. تعرفوني أم حاتم وبس. ومين سماك أم حاتم؟ من شي 20 سنة، يعني مو 20 أقل بشوي، لما إسرائيل هجمت على قنيطرة هربنا وأجينا على الشام. سكننا أنا وأمي الله يرحمها عند وحدة ختيارة كمان الله يرحمها، كانوا ينادوه لأم حاتم. وقبل ما تتوفى أمنتني أمانة إذا تجوزت وإجاني ولد سميه حاتم على اسم ابني اللي مات شب، وأنا قبلت
ومن يومها لهلا بينادوا لي ام حاتم. وما تجوزتي وما جبت اولاد ومع هيك حفظتي على الامانه. كيف لكان؟ ما بقى فيني اتراجع. طيب يا استاذ وكيف لقيت اختك ام حاتم بعد هالزمن؟ لما اسرائيل اخذت بلدنا وبيتنا كنت انا بكندا. قلت لحالي وين بدي ارجع؟ ومن يوم ما رجعت؟ لا رجعت اكثر من مره ودورت كثير وهلا حتى لقيت اختي ام حاتم. وهلا يا ست روعة انا جاي ودعكم. اخي ما بيروح الا لحتى ياخذني معه. ولوين راجع؟ على كندا؟ ايه وراح اخذ اختي ام حاتم معي، لازم تعيش عندي. أمانة تسلمي لي على الأولاد وتبوسي لي إياهم. مع السلامة يا أم حاتم. رح نشتاق لك كثير. خاطركم. مع السلامة يا أم حاتم، مع السلامة. راسلينا أبي. الله معك، مع السلامة. الله معكم. بتعرفي بشو عم فكر يا أنسة روعة؟ بشو؟ عم فكر بالفرق بين رجعة أخوها لأم حاتم ورجعة أخوه لهشام بيك الله يرحمه، اللي مراجع غير مشان أملاك أخوه وشو ترك وراه؟ دنيا. أهلين حبيبتي. ماما روعة؟ هي الورقة اللي ضيعتيها؟ وين لقيتيها؟ بصراحة لقيتها هون. لما قريتها خفت كثير وقلت يا ربي ما تكوني قريتيها، مشان هيك ما قلت لك لما سألتيني. سامر شافها؟ وسمير كمان، ما فيني كذب عليكي. كمان سمير؟ أنا قلت له يجي مشان نشوف شو بدنا نساوي. شو بدكم تساووا؟ ما رح نساوي شيء، رح نبقى معك، نحن ما قلنا غيرك. تعي تعي لعندي. حذري شو سجلت أول رغبة. شو؟ تجارة واقتصاد مثل ما بتحبي. يا حبيبة قلبي، يا حبيبة قلبي. كمان أنت عرفت؟ خبرتني نورة. ونورا عرفت؟ وحنان كمان عرفت. معناتها ما تبقى إلا بديع بيك. ما سمعت الشاعر شو قال؟ لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. كمان اشتعال النار فيما جاورت ممكن يعمل كوارث أحيانا. طيب خلينا بالمعنى الأولاني مشان نقدر نوقف جنبك ومشان تعرفي قديش أنت غالية علينا. أنا ما حبيت خبر حدا لأني فكرت إنه ما في داعي للخوف. أنا ما بدي شيء من حدا، حتى الولاد إذا بدهم يروحوا مع عمهم هيدا حقهم، ما بدي شيء لا المكتب ولا البيت. أنا ما بدي شيء من حدا، حتى الملحق اللي كتبه هشام باسمي ما بدي إياه، ياخذوه. أنا اشتقت لبيروت. بدي أرجع على بيروت. بيروت؟ لا، روعة لا. صباح الخير. أهلين أستاذ عماد، صباح النور، تفضل. تفضل ارتاح. كيفكم؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. كيف الشغل؟ كيف المزرعة؟ الشغل عظيم والشجر صار فرجي وهلا عم وسع المشروع شوي. تمام عال. فتحت مكتب لتوزيع المبيدات الزراعية، خاصة البلد هلا بحاجة للمبيدات الزراعية، وفي توجه واضح لتنشيط الإنتاج الزراعي. والله يا أستاذ البلد مو بحاجة بس لمبيدات زراعية، بحاجة لمبيدات من نوع تاني. آه فهمت عليك. مزبوط اللي حكيته يا استاذ مزبوط. مشان هيك انا جاي لعندك بدي عروض اسعار لبعض مبيدات زراعيه مشان نبلش باستيرادها. تكرم، خلال اسبوع او اقل بيكون العروض جاهزه. مرقت من شي 10 ايام لهون قالوا لي انكم كنتوا بالبحر انت والولاد. ايه صحيح. طيب يعني ماني عارفه ليش انتم ما قبلتوا دعوتي على المزرعه، فيها مسبح وفيها كل شيء. بتعرف استاذ عماد انه هلا الوقت ما بسمح ووقتنا كثير ضيق. يعني بدل ما كنتوا تتعذبوا وتروحوا على البحر، المزرعة قريبة، فيها مسبح وفيها كل شيء، وعلى بعد 15 كيلومتر من هون. ايه بس يا استاذ اللي بيسبح بالمسبح مو مثل اللي بيسبح بالبحر. ايه كله سباحة، المهم يطفي الشوبة. لا،
المشاعر اللي بيمنحها البحر للإنسان غير المشاعر اللي بيمنحه إياها المسبح. البحر بيضل أعمق وأوسع وحنون أكتر. إيه بس بيخوف وقوله مخاطر إذا الواحد غمق، مو هيك؟ والله اللي بتعلمه الحياة كيف يسبح بيعرف لوين يوصل كيف يتجاوز هاي المخاطر، مو هيك؟ المهم خلينا بموضوعنا. المشاعر اللي بيمنحها البحر للإنسان غير المشاعر اللي بيمنحه إياها المسبح. البحر بيضل أعمق وأوسع وحنون أكتر. إيه بس بيخوف وقوله مخاطر إذا الواحد غمق، مو هيك؟ والله اللي بتعلمه الحياة كيف يسبح بيعرف لوين يوصل كيف يتجاوز هاي المخاطر، مو هيك؟ يعني سجلتي بكلية التجارة؟ الله يسامحك، كنت بدي اهديك المرسم تبعنا، رغبة روعة. اي كمان الله يسامحها، انا فهمان عليها، بدها ايانا نكون بعاد عن بعض. اي قال مشان ما تتأثر دراستك. طبعا بعرف انه ما رح تتأثر، بس شو منقول، العصفور بيتسلى والصياد بيتقلى. لا ما عم بمزح، وانا بدي اياك تخلصي وبسرعة كمان. إيه انت كل اللي باقي لك بكلية الهندسة السنة، وبعدين ابصر وين بتصير. لك وين ما رحتي رح استناك. بس يكون بعلمك انا ما بترك الشام ولا بترك ماما روعة. لك يا ستي انا شايف انه كرمالك وكرمال انسي روعة رح نيجي كلنا نسكن بالشام. لك يسلموا لي هالاصابع، الحقيقة الدق على الآلة كاتبة خلق للجنس اللطيف وبس. ها؟ بعدين الخط غير شكل، كله واضح وبلون واحد، مو مثل وقت اللي بدق أنا شي فاتح وشي غامق. أصابع معيّرة على المسطرة. عدنان، هديك المرة قلت لي إنه الواحد بعد ما يتزوج ما بيعرف يغازل مرته، شو قصتك؟ ليكون عم تزعبر وعامل لك شي قصة؟ لك لا لا حبيبتي، اللي بينبسط مو بس بيتغزل بمرته، بيتغزل بالدنيا كلها، بالكرسي، بالطاولة، بالتليكس، لك بيتغزل بحاله. شلون؟ هلا انا مثل الكرسي والطاولة والتليكس؟ لك لا لا مو قصدي، يعني يمكن انا ما عم بعرف عبر، بس انت بتعرفي شو معنات انه وزارة الصناعة تفتح اعتماد للشركة الألمانية؟ شو يعني؟ يعني انه الأنسة روعة رح تقدر توفي ديون المكتب والمكتب يرجع يوقف على رجلي. وبتعرفي شو معنات انه المكتب يرجع يوقف على رجلي؟ شو يعني؟ يعني نحن كمان رح نرجع نوقف على رجلينا. سبحان الله، مو بيقولوا انه الولد وقت اللي بيجي بيجيب رزقه معه؟ الله يبعث الخير ان شاء الله. الدين بيضل هم على الانسان تيخلص يا عدنان. الله يريحك من كل همومي. شكرا عدنان. بتعرفي يا انسي روعه، والله والله ومالك علي يمين، انه قبل ما تجي لعنا على المكتب واتعرف عليكي كنت بعقل. وقت اللي تعرفت عليكي عن صح عرفت كيف تشتغلي وكيف بتفكري، صرت بعقل تاني. وإن شاء الله للأحسن يا عدنان. طبعاً للأحسن، لك على القليلة صرت حس إنه الواحد لازم يدير باله على كرامته مهما حصل، واللي بيدير باله على كرامته بيحفظ كرامة بيته، واللي بيحفظ كرامة بيته الله بيوفقه. الحمد لله الله عم بيوفق. هاي معاملة وزارة الصناعة ومعاملة المهندس عماد تبع المبيدات ومعاملة المصابغ تبع المواد الكيماوية، يعني الحمد لله شغل ماشي. مرحبا. أهلين، إمتى إجيتوا؟ امبارح بالليل. كيفك عامل؟ ماشي حال، كيفكم أنتم؟ الحمد لله منيح. شو قال سجلتي تجارة؟ إيه مو منيح؟ منيح بس لناس وناس. شفتي؟ هيك خليت العالم يشمتوا فينا؟ لا عامر ما بيشمت. إيه ما بيطلع له. بعدين يا فهمان، العمارة والتجارة جنب بعض.
يعني نحن والقمر جيران. ما بدك تروح على الجامعة؟ بلا. لكن نترافق، شو رأيك؟ انتي ما حبيت اخي هشام هاي. تعي يا عمي تعي. فوت يا عمي. هلا هذا هو عمّا؟ زيك انا ماني رايح على الجامعة اليوم. روح انت. أكيد عرفتيني، ما هيك؟ بس بدي اياكي تعرفيني على هدول الاثنين الزعران اللي كنتي واقفه انت وياهم على الباب. عمو هدول مو زعران. لكن شو واقفه عم تسوي انت وياهم على الباب؟ عم نحكي عن الجامعه. ليش انت صرتي بالجامعه عمو؟ اي نعم. ايوه لا تأخذيني عمو، ما بعرف شو طلع معي حكي، بس الحقيقة لما شفتك واقفة انت وياهم على الباب طلع الدم لراسي وما بعرف حالي شو حكيت. تعي حبيبتي، تعي سلمي على امك. اخوكي وينه؟ بالمدرسة. الو، اهلين سمير. شو في؟ اخوه لهشام بيك. ايه بالبيت. صار بالبيت عندكم؟ مها بعدها بالبيت؟ طيب سمير. طيب طيب مع السلامة. عمو بيجيكم هيك اتصالات وما حدا بجاوب؟ لا ما بيجينا. بجوز يكون واحد من هدول الاثنين اللي كانوا واقفين معك على الباب. صحيح ما قلتي لي مين هدول؟ عمو هدول جيراننا. وشو طلعهم لهون لفوق؟ ما طلعوا، نزلوا. منين نزلوا لك عمي؟ من السما؟ من الملحق. اي ملحق؟ ملحقكم اللي فوق على السطح مأجرينهم اياه؟ لا مقعدينهم ببلاش. بلاش؟ شو بلاشك عمي؟ عم تضحك علي؟ ما عم بضحك عليك، بس فعلا معدينهم ببلاش. كيف ببلاش يعني هيك حسنة؟ ماما روعة بتعرفه لسمير من زمان. هاي اللي عاملة حالها مرت ابوكم؟ مين سمير؟ اللي شفته على الباب. واحد من اثنين. ايه. والثاني؟ رفيقه. ايوه. يعني مسكنته هو ورفيقه بالملحق ببلاش. شو قلتي لي؟ لأنه بتعرفه من زمان. بتعرف أخته. ها؟ بتعرف أخته. ولأنه بتعرف أخته سكنته هو ورفيقه بالملحق ببلاش. وغيره؟ شو غيره؟ حبيبتي احكي لي، أنا عمك يعني بمقام أبوكي. شو بدي أحكي لك؟ لك عمو أنا ما بدي إياكم تنظلموا ولا حدا ياكل حقكم. أنا أجيت من جنوب أفريقيا لهون بس لحتى أطمن عليكم. يا عمو اطمن، نحن كثير مبسوطين. لك عمي احكي لي انت احسن ما اسمع من الغريب. اسال عمو شو بتريد؟ ابوكي لما توفى الله يرحمه. الله يرحمه. لما توفى شو ترك؟ شو ترك اموال منقوله وغير منقوله؟ شو يعني منقوله وغير منقوله؟ عمو اموال منقوله؟ يعني
يعني مصاري، ذهب، سيارات، عقود، شيكات. ما بعرف، بس كان عندنا سيارة. سيارة؟ طيب غيرها مصاري، ذهب؟ ما بعرف. معقول يا عمي؟ معقول ما تعرفي أبوكي عنده شركة استيراد وتصدير؟ معقول قبل ما يتوفى ما قال لك شو في عنده أموال منخولة؟ هلا هو ما قال لي، بس قال لماما روعة. ماما روعة؟ هلا هو اللي قالكم تقولوا عنا ماما روعة؟ لا هي قالت لنا. عظيم. وما بتعرفي شو ترك وراء أموال منخولة غير السيارة؟ وبعناها كمان. بعتوها؟ مين باعها؟ ماما روعة. كمان؟ الناس بين قدر بصار